Gnome Talks. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي Gnome Talks. امتداد App Image هو امتداد محمول لبرامج Gnome Linux. يمكن تحميل حزم App Image وتشغيلها دون الحاجة إلى تثبيتها. في عديد المرات أو عديد المستخدمين يودون أن يضعون أيقونة البرنامج في سطح المكتب أو على البانيل الخاص بهم ووضع اختصار على تلك الأيقونة. سنتعرف من خلال هذا الفيديو على طريقة عمل ذلك. أولا نقوم بتحميل تحميل نسخة البرنامج. أنا حملت OpenShot من الموقع الرسمي بصيغة AppImage. أقوم بنسخه Copy، ثم أتي إلى مجلد المستخدم، أضغط على Ctrl H لإظهار الملفات المخفية أو إظهار الملفات المخفية من هنا. نقوم بإنشاء مجلد، نقوم بكتابة نقطة AppImage، ثم نضع فيه البرنامج أو البرامج من هذا النوع كلها نضعها في هذا المجلد من باب الترتيب فقط. اضغط على بيست، نأخذ كوبي لينك لكي يأخذ المسار لمسار المجلد، ثم نأتي إلى البانل، ثم نضغط على Add an element ونختار Launcher أو Launcher، إن نظامي هنا بالفرنسية لكن نفس الطريقة، ثم Add، تم إضافة Launcher هنا. لنقله إلى Launcher بالأعلى نضغط على Move أو Deplace ثم نضعه هنا. نأتي إلى Properties ثم علامة الزائد، أسف على علامة الزائد هذه، نكتب اسم البرنامج Open Shot، تعليق أيا كان، فيديو إديتور. هنا نقوم بنسخ أو بلصق الرابط الذي نسخناه. من هنا نقوم بتحديد المسار الذي به الملف .appimage، ثم نختار ايكون لتحديد الأيقونة. إن كان البرنامج يعبر عبر الطرفية نقوم بالضغط على execute in terminal أو execute dans un terminal. مثلا هذا برنامج جي كومبري كيو تي يعمل عبر الطرفية، أقوم بتحديد الإقلاع عبر الطرفية. هنا أبحث عن الأيقونة خاصة ب أوبن شوت، أوبن شوت صار أيقونة تفعيل ثم أد. الآن إذا ضغطت هنا أضغط على الأيقونة التي قمت بإنشائها سيعمل البرنامج كما لو كان مثبت. كما تشاهدون تم عمل البرنامج بشكله الطبيعي والعادي. أمر مهم في نهاية هذا الفيديو لكي لا تقع في مشكل، هو يجب تفعيل خيار العمل للبرنامج إعطاؤه صلاحيات الإقلاع من خلال هذا الاختيار. وبهذا يكون برنامج AppImage أو تضعون له أيقونة على سطح المكتب أو على البانيل الخاص بكم. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم، وإلى اللقاء.